أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج حديث الخليج. قرابة 7 سنوات مرت منذ أن بدأت السعودية ما وصفته سلطاتها بالتغيير الشامل، وتحديدا في 11 إبريل من عام 2016 عندما وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم جديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحد من صلاحياتها التنفيذية. وبعدها تأسست هيئة الترفيه المختصة بتنظيم الفعاليات والمهرجانات الموسيقية ومواسم مختصة فقط بالترفيه والمرح. وبالإضافة للحفلات كان للرياضة أيضا نصيب بالنفقات السعودية، فعقدت صفقات وصفت إحداها مؤخرا بأنها الأغلى في التاريخ، وهي صفقة النجم البرتغالي رونالدو المنضم حديثا إلى صفوف نادي النصر السعودي. يرى المؤيدون أنها ثورة ثقافية فنية، بينما انقسم المعارضون للترفيه وهيئته ورئيسها تركي آل شيخ أحد أقرب الشخصيات إلى ولي العهد السعودي، ما بين أصوليين يرونها خروجا عن الدين وتجاوزا للتقاليد والأعراف، وحقوقيين ومثقفين يرونها إهدارا في معظمها لموارد يمكن توجيهها إلى وسائل أكثر فاعلية لاقتلاع جذور التطرف، مثل تسليح المدارس العامة بالمسارح والفنون والتوسع في بناء مراكز الثقافة والمكتبات ومعاهد الفنون المختلفة في جميع أنحاء السعودية، وليس فقط في المدن الرئيسية كالرياض وجدة. بينما شككت منظمات حقوقية في جدية النظام السعودي ودوافعه أيضا، مثل منظمة العفو الدولية التي اعتبرتها وسيلة لصرف الانتباه عن ملفها في حقوق الإنسان وتغيير الصورة النمطية للبلد التي نشأ فيها الفكر الوهابي الأصولي والمتهم بكونه نبعا للكثير من العناصر والمنظمات الإرهابية الناشطة على الساحة العالمية اليوم. تطرف صرح ولي العهد السعودي في العام 2018 بأن المملكة قد استطاعت أن تقضي عليه خلال عام واحد بالرغم من تجذره منذ قرابة 40 عاما. فهل نجحت السعودية بالهندسة الاجتماعية الجديدة في جعل مواطنيها أكثر انفتاحا وتقبلا لنمط الحياة الجديد؟ تساؤلات عديدة ومحاور مختلفة سنناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو. ينضم إلينا الكاتب الأستاذ فهد الأحمري، ومن لندن معنا الأستاذ فهد الغويدي المتحدث باسم منظمة سند الحقوقية. قبل البدء في هذا الحوار مع ضيوفنا، دعونا نتابع معا التقرير التالي عن بعض الفعاليات التي أقيمت في السعودية وأثارت جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض في الشارع السعودي. مليارات الدولارات تصرف في السعودية في إطار ما وصفه نظام ولي العهد محمد بن سلمان بالإصلاحات الاجتماعية الواسعة. توجه هذه المبالغ إلى تنظيم فعاليات فنية ورياضية عالمية في محاولة لتغيير صورتها المتشددة في العالم. ففي مباراة جمعت ناديي النصر والهلال السعوديين بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الماضي، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في تصريح لوكالة فرانس بريس إن الأمير محمد بن سلمان سيفاجئ السعوديين بأشياء أكثر وأكثر، متابعا بالتأكيد القادم أفضل وأفضل. هذه المباراة كانت أول مباراة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم الشهر الماضي إلى النصر بصفقة خيالية قدرت ب 200 مليون يورو، صفقة ترى فيها منظمة العفو الدولية أن السعودية تلمع صورتها عبر الغسيل الرياضي لصرف الانتباه عن سجلها المروع في حقوق الإنسان، مطالبة رونالدو باستخدام منصته العامة الإعلامية للفت الانتباه إلى القضايا الحقوقية، إذ تنفذ السعودية باستمرار عمليات إعدام حيث أعدمت العام الماضي في يوم واحد 81 شخصا. لم تكن صفقة رونالدو الرياضية الخطوة الأولى التي تتخذها السعودية لتغيير صورتها الحقوقية، فبدأت عام 2019 بإطلاق مواسم السعودية الذي يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والمهرجانات الموسيقية واستقطاب النجوم العرب والعالميين إلى أراضيها، والتي أثارت جدلا كبيرا منذ انطلاقتها الأولى ما بين مؤيد ومعارض مجتمعيا وفي الفضاء الإلكتروني بحرب الهاشتاغات
والهاشتاغات المضادة من الجانبين. موسم الرياض هذا العام أطلقت عليه هيئة الترفيه السعودية شعار فوق الخيال، في حين ردت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على الشعار إنه عام الانتهاكات فوق الخيال، مؤكدة أن مواسم الترفيه وحملات التبييض الرياضي التي أنفقت عليها السعودية مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية تأتي ضمن محاولاتها رسم صورة جديدة لها أمام العالم تخفي تحتها الانتهاكات والقمع الذي يتعرض له الناس في الداخل. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرح عدة مرات بأن العصر الوهابي والتشدد انتهى، وأن السعودية مقبلة على انفتاح مختلف وفق رؤية 2030، حيث قال في مارس 2022 لمجلة أتلانتيك الأمريكية بأن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل 7 سنوات، وأن التطور الاجتماعي في المملكة يسير بالاتجاه الصحيح بما يتناسب مع معايير الشعب ومعتقداته. انفتاح وتغيير يراه ولي العهد السعودي ملبيا لطموح الشعب السعودي، في حين تحدث تقرير لمنظمة ريبيريف المناهضة لعقوبة الإعدام عن انتهاك السعودية الصارخ للحق في الحياة، وأنها من أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم. ما وصفته الرياض بالتحولات الاجتماعية الضخمة غير المسبوقة التي شهدتها السعودية خلال 5 سنوات الماضية تزامن مع موجة من القمع التام لحرية الرأي مقارنة بالعهود السابقة، وفق صحيفة التايمز في ظل أحكام بالسجن لعشرات السنوات على مدونين ومدونات مثل سلمى شهاب ونور القحطاني، معتبرة مهرجان ميدل بيست أكثر الأمثلة وضوحا على التغييرات الجذرية في السعودية، إذ أن تخطيطه كان يخالف تماماً الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالاختلاط والرقص العلني في الحفلات الموسيقية، لكن كان ثمن التغيير الاجتماعي والاقتصادي بجعل البلاد أكثر قمعاً من أي وقت مضى. إذن مشاهدينا نعود معكم الآن لنبدأ الجزء الأول من البرنامج، وسؤالي هنا أبدأ معك أستاذ فهد، يعني في البداية هل توافق على وصف مشاريع الترفيه الموجودة اليوم في السعودية بالثورة الفكرية على المجتمع المحافظ وعلى الفكر المتشدد أيضا؟ مرحبا بكم، أحييكم وحيي السادة والسيدات المشاهدين. مثل هذا الكلام له حقيقة عدة نقاط. أولا هو موضوع اقتصادي بحت دعت إليه الرؤية 2030 السعودية، ولابد من الخروج من عباءة النفط بأمور عديدة ومنها الترفيه والسياحة وغيرها. لا يمكن أن تبقى الدولة تحت رحمة النفط لأنه مهدد للحياة، وسبق ويعني هبطت أسعار النفط وأصبحت الدولة في حالة صعبة، حتى أن أحد الوزراء ذكر أنه لو لم نقم بهذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لكان أعلنت السعودية إفلاسها. موضوع أنه ثورة يعني تحفظ على اللفظ هذا، هو لم يأتي ثورة ضد أحد، إنما هو جاء من نبع واقتناع وإيمان بضرورة الخروج من موضوع النفط، ولا سبيل أكثر من موضوع السياحة والترفيه. والعلاقة بالتشدد هنا يعني المهم في هذه النقطة، ما علاقة ما يحدث الآن من تغيير بالتشدد؟ كيف يتعامل مع هذه الفكرة التي تريد السعودية وفقا لكلام ولي العهد أنها تريد التخلص منها تماما؟ موضوع التشدد هناك أقسام للتشدد، هناك متشدد متعدي على الآخر، يعني
يؤثر على الآخرين، وهناك متشدد في حاله غير متعدي، فهذا يعني حقه أن يعيش بالطريقة التي يراها، لا يستمع للغناء ولا يذهب للسينما، حقه. لكن موضوع الشخص الآخر اللي هو متشدد وتشدده يتعدى لغيره، فهذا غير مقبول حقيقة، يحتاج إلى ترشيد وتوجيه، لأن هذه أصلا المسائل هذه المذكورة في موضوع المتشددين أو موضوع التحريم والتحرير كلها مسائل ليست في الحدود الشرعية وليست في أمور قطعية الحكم، هي أمور محل اجتهاد. كلما فعل في هذه المناسبات وهذه الاحتفالات كلها محل اجتهاد، ولا يوجد فيها شيء خروج عن النص الشرعي. طيب دعني أخذ رأي الأستاذ فهد الغويدي في هذه النقطة. أستاذ فهد، يعني ما رأيك في ما يحدث من تغيير اليوم في السعودية من أنشطة ترفيهية، مواسم، ما إلى ذلك؟ كل هذا التغيير هل هو قادر على محو 40 عاما من التشدد منذ بداية ما يعرف بالصحوة بالسعودية؟ نعم، أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، هي ازدواجية اليمين واليسار التي يلعب بها النظام السعودي منذ أن تأسست هذه الدولة. عندما كان اليمين يدعم مصالحه في السبعينات، قام بدعم ما يسمى بالتشدد بين ظفرين، وكان يشحن الشباب إلى أفغانستان للقتال بطلب وبرغبة أمريكية، وكان يدعم ما يسمى اليوم بالصحوة المتشددة أو الأفكار المتشددة التي عرفت بالصحوة. كان النظام هو الداعم الرئيس لهذه الصحوة. عندما كان التيار اليميني أو التيار الذي يوصف اليوم بأنه متشدد يدعم توجهات الدولة السياسية، اليوم يبدو أن هناك نظرة مغايرة ونظرة مختلفة، حيث بات تغريب هذا المجتمع وبات إدخال الأفكار العلمانية التي كانت كفرا بواحا بالأمس القريب باعتراف المشايخ المحسوبين على هذا النظام، وحتى المشايخ المستقلين ولكنهم محسوبين بطريقة أو بأخرى على النظام ومدعومين حتى من النظام، كانوا يصفون مثل هذه الأفعال بأنها تصل لحد الكفر. ما يحدث اليوم في السعودية هي حالة من التغريب الاجتماعي وإدخال، ولكن يعني أستاذ فهد، يعني نعم. أنا ترى أنه تغيير في الاتجاه الصحيح، يعني عندما يخرج ولي العهد السعودي ويقول أننا اليوم نريد أن نعكس ما فعلته الصحوة منذ 40 عاما، وأننا نريد التخلص تماما من الأفكار المتشددة، أليس هذا تغيير إيجابي؟ يعني بعيدا عن إطلاق الأحكام على الصحوة، هي ظاهرة اجتماعية حدثت لها سلبياتها ولها إيجابياتها، وكما أسلفت النظام السعودي نفسه هو من دعم هذا التيار. ولكن إذا كان التغيير في الاتجاه الإيجابي كما ذكر الضيف، هو يصف هذا التغيير بأنه إصلاحات اجتماعية، هل الإصلاحات الاجتماعية تكون بإقامة الحفلات الموسيقية في حين أن هناك العديد من الرجال الذين يقتلون في الحد الجنوبي في المعركة مع القوات الحوثية في اليمن، والتي امتدت على مدار 6 سنوات؟ اليوم عندما اندلعت هذه الحرب كان يقال بأنها ستنتهي خلال أسبوعين. هل الإصلاحات الاجتماعية تتمثل في المسارح والسينمات والرقص والملاهي إلى آخره، في حين أن نسبة البطالة باعتراف الإحصاء السعودي يقول أن نسبة البطالة قد تجاوزت 10%، وهي بالمناسبة نفس نسبة البطالة التي في دولة مثل مصر، دولة فقيرة مثل مصر مقارنة بالسعودية. هل الإصلاحات الاجتماعية متمثلة في دور السينما أم في إعطاء حرية أكبر لحقوق الرأي وحقوق الإنسان؟ اليوم نحن نتحدث عن آلاف المعتقلين جورا دون محاكمات، ونتحدث عن قائمة طويلة جدا ربما يسعفنا الوقت خلال المقابلة للحديث عن الأشخاص الذين إما اختفوا قسريا وإما قتلوا وفقدوا. طيب، داخل المعتقلات وداخل السجون. طيب لو سمحت لي عن أي إصلاحات اجتماعية؟ نعم. طيب دعني أنتقل مرة أخرى للأستاذ فهد الأحمري. يعني ما يقوله الأستاذ فهد الغويدي يعني هو أنه هناك قضايا مهم جدا أن يتم التعامل معها حتى تتقدم، يعني في الحقيقة أي دولة وليست السعودية فقط، هناك ملفات يجب الاهتمام بها. لماذا يتم التركيز على فكرة الترفيه بدلا من كما يقول البعض بناء مدارس، معاهد، جامعات متخصصة في الفنون المختلفة، إذا كان الهدف هو ترسيخ الاعتدال في الأجيال الجديدة؟
لا شك هناك بالتأكيد توجه لتعزيز هذه الفكرة من خلال بناء معاهد، ومن قال أن ليس ذلك موجود؟ موجود، 7 جامعات في السعودية وفرت معاهد ومواد للفنون. هناك وزارة الثقافة أنشأت 11 هيئة ثقافية، ومن ضمنها هيئة الموسيقى وهيئة المسرح. هناك مراكز عديدة للفنون، هناك مركز الرياض للموسيقى، هناك مركز أكاديمية جدة للموسيقى، تعليم الموسيقى، هناك مركز معهد سرور، هناك معاهد أخرى في هذا الاتجاه. هذا هو الحاصل. أما ولكن هل هناك عدالة في الإنفاق يعني بين ما ذكرت الآن وبين ما يتم من مشاريع مختلفة في شتى مناحي الترفيه الموجودة الآن من خلال هيئة الترفيه في السعودية؟ هناك مبالغ هائلة تصرف في هذا الاتجاه، هل هناك صرف أو يعني عدل في الصرف أو الإنفاق بين هذه المجالات المختلفة؟ وهل تتوقع أن هذا الصرف هباء منثورا؟ هذا الصرف له عوائد لا شك، لو لم يكن هناك مكاسب ما لن يكون هناك أحد في دولة في العالم تنفق بهذه الطريقة على يعني زيرو إنكم. لا، هو حقيقة هناك مداخيل عديدة من هذه الفعاليات. وأما موضوع ما ذكر ضيفكم من لندن وذكر التغريب، هو الآن في الغرب، مقيم هناك في الغرب، هذا جزء من التغريب والخروج. هو أيضا ذكر أنه تكفير، يعني يبدو أنه فيه إلماح على التكفير وتكفير الناس، وهذا أسلوب من أساليب التشدد والتطرف والتكفير. كل ما حصل هو يشير إلى ما كان يحدث في السعودية. لا، هو ذكر أنه هناك أشخاص يكفرون القائمين بهذه الأعمال، ومن ضمنهم ما أدري منهم الذي ذكرهم، لكن لا شك الذي يعني حصل كل هذا في جانب المختلف فيه، ولم يتعرض ولم تخرج الدولة من نطاق يعني الحدود الدوائر الإسلام. خروج عن الدوائر الإسلام في أمور فيها حدود شرعية، هذا جانب آخر. لكن ما حصل كله في 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 ما هو واقع تحت الاجتهاد. وما الضير في سينما، وما الضير في مسرح، وما الضير، لكن هؤلاء الخصوم. جميل. طيب أستاذ فهد الغويدي، يعني أريد تعقيب سريع منك على هذا الكلام. يعني هي حالة من الشخصنة، وهذه هذا أمر معروف يعني لدى من هم محسوبون على هذا النظام، ولدى الأقلام الماجورة لدى النظام يحاولون شخصنة كل المواضيع من دون شخصنة من جانبك أيضا. يعني هو لا أنا لا أريد الشخصنة هنا، ولكن أنا أرد بالمثل. اسمح لي أن أرد بالمثل. هو يتحدث لماذا أنا أقيم في الغرب، أريده أن يضمن لي أن أقول نفس هذا الكلام الذي أقوله هنا وأنا آمن في السعودية، إذا كانت السعودية دولة تحترم القانون كما يردد. بالنسبة للإصلاحات الاجتماعية التي ذكرها، هو عمل يعني تجاوز لحقوق الإنسان والمعتقلين، وانتقل مباشرة للملف الاقتصادي. عندما وجهت له سؤالا يتعلق بالدخل أو العائدات من هذه ما يسمونها بالإصلاحات الاقتصادية وعدم التعويل فقط على مصدر واحد، أريده أن يحدد كم بالضبط تدخل للدولة وكم بالضبط تصرف الدولة باسم هيئة الترفيه على مثل هذه المناشط، بغض النظر عن حرمتها من عدمه، بغض النظر عن شرعيتها من عدمه، بغض النظر عن يعني الصيغة الحقيقية من وجودها والغرض من وجود مثل هذه المناشط. لا يوجد اليوم في السعودية قبل هيئة الترفيه وأثناء هيئة الترفيه وبعد هيئة الترفيه، لا يوجد هناك شفافية في الموازنة وفي الدخل. الدولة كانت تعتمد على النفط وعلى العالم
عائدات لديها من الجمارك والمنافذ البحرية والبرية، وكذلك عائدات الحج والعمرة والمعادن والمناجم إلى آخره، ولا توجد هناك شفافية في الطرح في الموازنة. هناك أرقام يتم تحرجتها على الشعب دون تدقيق. طيب. ولا توجد أي هيئة تدقق. عندما يكون الحديث عن إصلاحات اجتماعية، يجب أن يكون هناك الحد الأدنى من الشفافية، ويجب أن يكون هناك الحد الأدنى من الإعلام الذي أستطيع من خلاله أن أتحدث. طيب دعني أعود مرة أخرى للأستاذ فهد الأحمر. يعني أستاذ فهد، لو تحدثنا عن هذه الفعاليات، يعني أنت تقول هي لا ضير منها، هي في النهاية شيء إيجابي، وجود سينما، وجود فعاليات ترفيه وإلى ذلك، ولكن بعكس الفكرة الشائعة عن السعودية والخليج بصفة عامة، هناك نسبة ليست قليلة من الشعب السعودي لا يملك الوفرة المالية، وبالتالي لا يستطيع الدخول إلى تلك الفعاليات التي عادة ما تكون مرتفعة الأسعار، يعني تذاكرها ليست في متناول الجميع. فهل يقتصر الترفيه بذلك على فئة معينة فقط من السعوديين؟ أولا شوف، في كل بلد في العالم يوجد فيه الأسر الأقل دخلا، ويوجد فيه الفقراء، ويوجد فيه العاطلين، ونحن لسنا حالة استثنائية من دول العالم. هذا الشيء موجود حتى في الدول التي تصنف نفسها بالاقتصادية الأولى. مع هذا أيضا لدينا إصلاحات وتحسينات في مجال الإنسان السعودي يحصل على حقوقه المادية والقانونية وغيرها. موضوع التذاكر، فالتذاكر أيضا الوزارة، يعني الجهات المعنية بالترفيه والثقافة، راعت هذا الجانب. هناك تذكرة ب50 ريال، وهناك تذكرة ب500 ريال، وهناك تذكرة بأكثر. واضح. طيب ستبقى معنا أستاذ فهد الأحمري، كما سيبقى معنا الأستاذ فهد الغويدي. مشاهدينا، بعد الفاصل سنعود الحوار مرة أخرى، والسؤال: ما هي العوائد المالية والاقتصادية للفعاليات الترفيهية المقامة في السعودية؟ أهلا بكم من جديد. نجدد الترحيب الآن بضيوفنا من الاستوديو. معنا كاتب الرأي السعودي الأستاذ فهد الأحمري، ومعنا من لندن الأستاذ فهد الغويدي المتحدث باسم منظمة سند الحقوقية، كما ينضم إلينا الآن من الرياض الدكتور علي الحازمي الباحث في الاقتصاد المالي. قبل أن نبدأ النقاش الآن مع ضيوفنا، دعونا نتابع أهم الصفقات الرياضية والفعاليات الترفيهية بالسعودية. طيب نبدأ النقاش معك الآن دكتور علي. يعني اليوم وكما ذكر، هناك من يعتبر أن الصرف على الترفيه ومنها موسم الرياض هو في النهاية هدر للمال العام، أو في أفضل الأحوال إنفاق غير رشيد. هل تحقق برأيك هذه الفعاليات مكاسب مادية وربحية تبرر حجم الإنفاق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا سيدي بضيوفك الكرام. نعم، هي تبرر، وأمر مهم وحتمي، وهو جزء لا يتجزأ وعمود من أعمدة رؤية المملكة 2030. عندما نتحدث بأن قطاع الترفيه قد حقق إيرادات 8.6 مليار ريال، حقيقة هذه الأرقام محفزة للاستمرار في هذا القطاع. عندما نتحدث بأن عدد الزوار للقطاعات الترفيهية تجاوز 12 مليون، نحن نتحدث عن قطاع ذو جدوى اقتصادية مهمة، ونحن نراهن على هذا القطاع بأن يكون مساهم في الناتج المحلي بما لا يقل 10%، ونحن نسير بهذا الرقم بشكل جيد. أمر آخر، عندما نتحدث عن القطاع الترفيهي، نحن نتحدث عن قطاع خاص. 8.6 مليار حققها القطاع الترفيهي، هو لن تذهب إلى هيئة الترفيه، هذه الأرقام ذهبت إلى القطاع الخاص، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 7.7 مليار ريال هي أرباح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تراهن عليه المملكة بأن يكون مساهم في الناتج المحلي بما لا يقل عن 40%،
وأن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 65%. أنا أرى ما يحدث في القطاع الترفيه هو ممكن وأحد ممكنات للقطاع الخاص بشكل عام. فاليوم نتحدث بأن كبرى الاقتصاديات العالمية تعتمد بشكل كبير على المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لذلك نحن نعمل حقيقة وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق مثل هذه الأهداف. أنا حقيقة لست ضد من يتحدث بشكل عشوائي لا يحمل لغة الأرقام معه. ضع الأرقام ودعنا نتناقش وتناظر هنا. أما عندما نتحدث بأن هناك صفقات رياضية، هناك قطاع ترفيه، هناك هدر، أنا حقيقة لا أتفق مع هذا الطرح ولا يمت إلى العلمية بشكل كبير. طيب، هناك من يرى، أستاذ فهد الأحمر ينتقل إليك الآن، يعني هناك من يرى أنه تركيز الحكومة منصب حتى مع وجود هذه العوائد والفوائد المادية والمكاسب من وراء هذه المشاريع، أنه ليست هناك في المقابل مشاريع تخدم الشباب ومستقبل الشباب، تستغل الطاقة الشبابية الموجودة في السعودية اليوم. كيف يتم ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي وتخصيص الميزانيات وما إلى ذلك في السعودية؟ كيف لا يكون هذا دعم للشباب السعودي؟ كل هذه المشاريع قائمة على نسبة كبيرة من الشباب السعودي. في المشاريع الميجا والجيجا بروجكتس هذه اللي في نيوم واللي في القدية واللي في الرياض، كلها قائمة على توظيف الشباب والشابات السعوديات، وبالتالي العائد الأكبر المستفيد هو الإنسان السعودي. بالإضافة إلى موضوع السياحة، السياحة لما يقدم السائح إلى البلد هو لا شك بيستأجر تاكسي، بيستأجر شقة، بيستأجر، بيدخل مطعم، بيدخل بقالة. لمن هذه؟ هذه الإنسان السعودي هو العائد الأكبر للإنسان السعودي. بالتالي هذه المشاريع أصلا قائمة على يعني مصالح السعوديين والمواطنين عموما، وأيضا داخلها في سلامتهم أيضا، لأن يا أخي الكريم كان الإنسان السعودي يروح إلى بلد آخر إقليمي مجاور حوالي 1000-2000 شخص عشان يحضرون فنان سعودي، ممنوع يشوف يعني يشوفها في الرياض، يروح لبلد آخر علشان يحضر ساعتين، وبالتالي هو ينفق أموال للفندق وللمجالات الأخرى. هذه المبالغ تقارب 23 مليار وفرت للبلد. طيب، أنتقل إليك أستاذ فهد الغويد، يعني كما استمعت للدكتور علي، هناك جدوى اقتصادية واضحة لهذه المشاريع، وأشار الدكتور فهد الأحمري أيضا إلى أن الطاقات الشبابية التي تحدثنا عنها يتم استغلالها والاستفادة منها في هذه المشاريع، يعني هناك مكاسب من عدة أوجه. نعم، وأين الرأي الآخر الذي يحاول أن يجابه مثل هذا الطرح الاقتصادي؟ الدكتور علي يتحدث عن دعونا نتحدث بالأرقام ويتحدث بلغة الأرقام. من الضامن لهذه الأرقام؟ هل هناك برلمان شرعي في داخل النظام السعودي؟ هل هناك هيئة مستقلة تراجع خلف هيئة الترفيه وهذه المبالغ الطائلة التي تصرف؟ هل هناك قضاء مستقل يلجأ إليه المواطن حتى يتظلم في حال لم يحصل على حقوقه المادية التي ذكرها ضيفكم من الاستوديو قبل الفاصل؟ هل هناك إعلام حر مستقل يستطيع أنا أتحدث فيه دون أن أتعرض للاعتقال أو للسجن؟ هناك يا سيد الفاضل، بحسب اعتراف هيئة الإحصاء السعودية، أكثر من 10% نسبة البطالة في السعودية، والنسبة لدينا أعلى من ذلك بكثير بدليل الأشخاص الذين يقدمون على برامج الدعم مثل حافز وغيرها. هناك أكثر من 50% من المواطنين السعوديين بلا سكن. ضيفكم الكريم من الاستوديو كان يتحدث قبل الفاصل ويقول أن هناك دول لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها فقراء. هذا الطرح هو طرح يذكرني بما كان يطرح علينا في الثمانينات والتسعينات، أرقام تتدحرج ومنطق يتدحرج بلا تدقيق وبلا مراجعة. السويد دولة لا يوجد بها فقراء يا سيد الفاضل، النرويج دولة لا يوجد بها فقراء، أستراليا دولة لا يوجد بها فقراء، فنلندا دولة لا يوجد بها فقراء، تشيلي الدولة في أمريكا الجنوبية بلغ نسبة الفقراء 0% في تشيلي في أمريكا الجنوبية. وهذه الدول، أنا لا أتحدث عن دول لديك في الإقليم مثل قطر والإمارات، لكن أنا
نتحدث عن دول اقتصادياتها وميزانياتها السنوية أقل بكثير جدا من الميزانية العامة للسعودية. يا سيد الفاضل، الموازنة العامة في السعودية عندما تجمع دخل الترفيه الذي يتحدث عنه ضيفك الكريم 8.6 مليار ريال ودخل المناجم ودخل الفوسفات، 2022 فقط بلغت نسبة إنتاج السعودية من الفوسفات 10 طن، ويبلغ إنتاجها من الذهب 3.6 طن فقط من الذهب. طيب، من يراجع مثل هذه الموارد؟ طيب، من يدقق عليها؟ من يحاسب النظام ومن يحاسب الدولة في حال الإهدار عندما طيب يرفض فقط، هو يرفض لمجرد طيب رفض إذن ما يسمى بالتبييض الرياضي أو التطبيع الرياضي؟ فقط نقطة أخيرة إذا سمحت لي، هو يقول أنا أرفض حالة من يقول ب صفقة رولاندو مثلا أو صفقة الاستيلاء على نيوكاسل، نادي نيوكاسل يونايتد، يرفض هذا. لماذا يرفض هذا وهنا في البلاد التي تتمتع بالحد الأدنى من الحريات يتم الحديث عن مثل هذه الصفقات طيب بشفافية ويتم تعتيمها عن الداخل السعودي؟ طيب، على ذكر الأرقام دعني أعود مرة أخرى للدكتور علي. يعني ما يشير إليه الأستاذ فهد الغويدي هو فكرة المحاسبة، فكرة أن يكون هناك مساءلة فيما يتعلق بالأرقام، ولكن بما أنك تحدثت من البداية بالأرقام فدعنا نعود إليها مرة أخرى. وفقا لرؤية 2030 من ضمن البرامج المدرجة هو برنامج الاستدامة المالية، هل الانفاق اليوم في أو الاستثمار في مشاريع ثقافية وترفيهية سيساهم في تحقيق أهداف هذا البرنامج حتى على المدى الطويل أيضا؟ نعم، أولا لنتحدث ماذا تعني الاستدامة المالية. هذا السؤال الغائب عندما نربط ما يصرف على الترفيه، هل هو يرتبط بالاستدامة المالية؟ أنا أعتقد بأنه يعني أمران مختلفان في نفس الوقت. الاستدامة المالية هو أن تكون لدي إيرادات قادرة على أن تحقق أو تسير بميزانيتي حتى في أصعب الظروف وفي الأزمات. نعم، لدينا استدامة مالية، هذه الاستدامة لم تأتي من الداخل. عندما يتحدث ضيفك بأن هناك ليست شفافية، أخبره بأن الأرقام أتت من المنظمات الدولية. عندما يشيد البنك الدولي بالنمو الاقتصادي في المملكة، عندما يشيد منظمة الشفافية العالمية مقرها برلين بأن المملكة واحدة من الدول التي تكافح الفساد وتحقق مستويات جيدة، عندما نتحدث ولكن من يرقب؟ من يرقب على ما يتم صرفه؟ هل هناك جهات رقابية تراجع على هذا الإنفاق على الترفيه؟ نعم، هناك مؤتمر صحفي يظل، وهناك يعني على فكرة هناك ليست ميزانية للترفيه. أخبروني بأن هناك بند يطلق عليه بند ميزانية الترفيه، لا يوجد. هو يندرج تحت هيئة مختصة بالترفيه، وبالتأكيد لها ميزانية مختصة بالترفيه. أنا أتحدى ضيفك من لندن أن يعطيني أرقام ويقول بأن الدولة أعطت ومنحت هيئة الترفيه هذا الرقم. ليس هناك أرقام. الترفيه يأتي ويندرج تحت ميزانية الرعاية الصحية والخدمات المجتمعية التي يندرج تحتها الترفيه والثقافة وغيرها. الدولة رصد، لكن ضيفك لا يتحدث عن القطاع الصحي التي واجهته الدولة في كورونا. ضيفك لا يتحدث حقيقة عن المشاريع العملاقة التي تقوم بها المملكة هنا من أجل 75% من الشباب. ضيفك الكريم لا يتحدث حقيقة عن الأرقام الصادرة من المنظمات الدولية. يتحدثون لا يتحدث عن كتاب المنافسة العالمية وسهولة دخول الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى المملكة. اليوم لو تفتح خريطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قاطبة لن تجد دولة يوجد فيها استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي تؤهل أي مستثمر خارجي للدخول. المملكة عندما طلبت من الشركات الخاصة العالمية أن تكون مقراتها في المملكة لم يكن هناك أي نقاش. اليوم تقريبا عدد ما وصل من الشركات داخل المملكة قبل الموعد، الموعد 1/1/2024، نتحدث تجاوز 100 شركة الآن. هذا في تأكيد واضح بأن النمو والجروث في المملكة العربية السعودية هي محفز للشركات الخارجية وتؤمن بأن استثماراتها في مكان آمن. عندما يتحدث عن استقرار الريال السعودي قبل أن ينفد الوقت، دعني أعود مرة أخرى للأستاذ فهد الغويدي. يعني كما تحدث الآن الدكتور علي، هناك إنجازات واضحة بالأرقام على أرض الواقع، لماذا لا يتم الحديث عنها هي أيضا؟
المنظمات الدولية التي ذكرها ضيفك الفاضل والتي أشادت بمكافحة السعودية للفساد هي نفسها المنظمات الدولية التي تحدثت عن شراء لوحة المخلص ب 340 مليون وعن يخت قارب سعره المليار دولار. أين هذه الأرقام ومن صرفها؟ عندما لا تكون هناك موازنة تقدمها الدولة لأي هيئة محسوبة على الدولة فالمصيبة أكبر. عندما تكون هناك ميزانية ثابتة نستطيع في ما يسمى بمجلس الشورى على اعتبار أن مجلس الشورى هو الجهة الرقابية فهذه مصيبة، لكن عندما لا يكون هناك ميزانية كما اعترف ضيفك الفاضل فالمصيبة أعظم. من أين تنفق هيئة الترفيه؟ لا أحد يعلم. كم حجم الإنفاقات؟ لا أحد يعلم. كم حجم المدخولات؟ لا أحد يعلم. انعكاس هذا الدخل، لا أتحدث، دعنا من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها السعودية، لكن نريد أن نتحدث عن الترفيه. لا أحد يعلم. صفقة الاستحواذ على نادي إنجليزي هنا نيوكاسل يونايتد بمبلغ طائل، من أين جاء هذا المبلغ؟ لا أحد يعلم. طيب. اسأل ضيفك من أين تأتي هذه الملايين ومن هذه المليارات إذا كانت هو باعترافه يقول أن الدولة لا تعطي هيئة الترفيه أي شيء ولا تعطي مثل هذه الهيئات أي مبالغ، إذا من أين تأتي وما هو العائد الحقيقي ومن هي الجهة التي تحاسب؟ أنا سأجيبك يا ضيفي الكريم ويا سيد فهد. أنا يؤسفني أن تكون معارض وأنت تنتمي لنفس المدينة التي أنتمي إليها، ولكن دعني أرد عليك من مبدأ الوطن. الدكتور محمد الحازمي أيضا ينتمي لنفس المدينة. الدكتور محمد الحازمي ينتمي لنفس المدينة يا سيدي يا أستاذي. وأين هو الآن؟ هو معتقل وهو من نفس المدينة بسبب أنه عبر فقط عن رأيه. لدينا صندوق استثماري ضخم وهو واحد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم الـ VIF. إذا كان لا تريد أن أو تريد أن تعلم معلومات ربما أنا سأرسلها للقناة وتتواصل معك. نادي نيوكاسل ب 300 مليون دولار، نعم، وهو صفقة نعتبرها فيها فيزيبيليتي ستدي ودراسة جدوى، ونعلم بأن هذا النادي، ولكن لا تتحدث عن قطر بأنها تملك باريس سان جيرمان صفقة، ولا تتحدث عن قطر بأنها ترغب في شراء. لا 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 لا, لا هي, هي 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 هو 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 انظر اسلوب التنميط واسلوب التصنيف هذا مرفوض. انا ضد شراء على باريس سان جيرمان. لا لحظه حتى اكون واضح، حتى ارد فقط على هذه النقطه. استحواذ قطر على باريس سان جيرمان هو هدر للمال العام. استحواذ الامارات على مانشستر سيتي هو هدر للمال العام، كما هو استحواذ السعوديه على نيوكاسل بهذه المبالغ الطائله هو اهدار للمال العام. اين هي الصحافة التي نشرت هذه الأرقام؟ أين هي الجهة التي تحاسب الدولة على هذا الإنفاق؟ من أين أتت هذه الأموال؟ طيب. وما هو انعكاسها وما هي الحوار عموماً مستمر؟ هي نشرت سيد فهد وتجدها في دكتور علي المالية لصندوق الاستثمار. الحوار مستمر، ابقوا معنا ضيوفي الكرام، سنعود لمواصلة هذا الحوار ولكن بعد الفاصل، وسنناقش سؤال آخر وهو عن تجاوب السعوديين مع هذه التغييرات الجديدة، وهل ستنخفض أيضاً البطالة مع المشاريع الجديدة؟ ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في فقرتنا الثالثة والأخيرة من برنامج حديث الخليج، وفيها نرحب بضيوفنا من الاستوديو. ينضم إلينا من جديد الكاتب كاتب الرأي السعودي الأستاذ فهد الأحمري، ومعنا من لندن الأستاذ فهد الغويدي المتحدث باسم منظمة سند الحقوقية، كما معنا أيضا من الرياض الدكتور علي الحازمي الباحث في الاقتصاد المالي، ومن الرياض أيضا ينضم إلينا الآن المستشار الاجتماعي الأستاذ محمد حمزة. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك أستاذ محمد، يعني ربما من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يرى أنه هناك ردود فعل متباينة بشكل كبير وواسع في الشارع السعودي بين من هو يؤيد ومن هو يعارض لما يحدث الآن. هل تعتقد أن الحكومة ستنجح في التخفيف ربما من نبرة التشدد في المجتمع، أم أن النمط السائد منذ أكثر من 40 عاما سيطغى في النهاية؟
جميل جدا. هذا من الأسئلة التي تدار باستمرار سواء في المحافل الثقافية أو حتى في المؤتمرات والبحوث والدراسات الاجتماعية. هل فعليا التغير الذي يحصل في المجتمع السعودي الآن بهذه الوتيرة السريعة، هل هو التغير المنشود أم لا؟ هل المقاومة الآن من بعض الناس المحافظين على الثبات بادعاء التغير هو نقمة وليس نعمة، هل هم سينجحون أم لا؟ من المنتصر؟ في الأخير نحن أمام تغير اجتماعي مبني على تغير اقتصادي وسياسي وثقافي هائل. نحن أمام خطة استراتيجية للمملكة، أمام رؤية شاملة تجعل الدرب مضاء ومتضح لنا كمراقبين للوضع إلى أبعد من 20-30 حتى. فلذلك لا خوف لدينا من فكرة التغيير. أما الآخرون المقاومون لهذه الفكرة هم أولئك الناس التقليديين المحافظين على الماضي، يرون في التمسك في بعض المعتقدات أو بعض الأشياء القديمة يرون فيها الأمان. قد يكون خوفهم من التغير من باب الحرص على التماسك، قد يكون للبعض نبرة تعاطفية أو من باب الرحمة بالناس، هم يخافون عليهم من هذا التيار الجارف. لكن في الحقيقة المتأمل لعمر أو متوسط عمر المجتمع السعودي يجد أنه من فئة الشباب، فلذلك هؤلاء الشباب مواكبتهم للتغيير ستكون سريعة جدا. المقاومون للتغيير مهما كان طيب دعني أنقل هذه الفكرة للسيد الرغبة العارمة للمجتمع. سيد فهد، يعني كما استمعت الآن للأستاذ محمد، الأستاذ محمد يقول إن الآخر يرفض التغيير وإن التغيير في النهاية هو سمة من سمات الحياة، وأنه مواكبة العصر مواكبة ما يحدث في الدول المتقدمة اليوم هو شيء إيجابي. نعم صحيح، هو بلا شك شيء إيجابي إلا عندما يتعلق الأمر بكشف الفساد والمفسدين الحقيقيين داخل النظام السعودي. لا أحد يجرؤ على التغيير، وأنا أعذر ضيوفك الكرام، يعني هم لا يستطيعون أن يعبروا عن آرائهم بشكل يعني شفاف وبشكل حقيقي. لماذا؟ لأنه ببساطة لا يوجد هناك معارض. عندما سألت الضيف هل يوجد هناك معارض في الداخل، لا يوجد هناك معارضين بتاتا البتة لما يحدث في الداخل السعودي من تغييرات هائلة وهائلة جدا. لماذا؟ لأنك لن تستطيع ببساطة أن تسألهم. هم موجودون في السجون وهم قتلوا داخل السجون. الدكتور موسى القرني، أحمد العماري الزهراني، عبد الله الحامد، صالح الشيحي، طيب زهير يعني شريدة، عيسى النخيفي، والدكتور أنت الآن معنا وأنت معارض. يعني دعنا نتحدث عن صلب هذا التغيير. نعم. يعني عندما نتحدث عن وجود هذه الصفقات، هذه التغييرات، هذا التوجه في السعودية، يعني أعطيك مثال، يعني عندما نعم يرى فقط بعض مثلا هو فقط أن صورة واحدة عندما تضع جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو صورة واحدة على المواقع التواصل وتحصد أكثر من 6.5 مليون إعجاب في وقت قليل جدا، تقول فيها أنا أحب السعودية، هذه أكبر دعاية عالمية للسعودية، ويعني تثمن بالكثير، يعني تفعل الكثير لسمعة السعودية حول العالم، للسياحة في السعودية على أوجه حديدة في الحقيقة. نعم، وهل قادرة مثل هذه الإعجابات التي تطرحها صديقة كريستيانو رونالدو في السعودية، هل هي قادرة بالفعل على مسح ذلك تلك الصورة السوداوية التي شكلتها اغتيال خاشقجي على سبيل المثال، السمعة الحقوقية للسعودية المتدنية في الخارج، سمعة حقوق الإنسان في الداخل وعدم التعبير عن الرأي، كل من ينتقد النظام يا سيد الفاضل يذهب به إلى السجن. هل هذا العدد الهائل من المعتقلون داخل السجون بلا محاكمة وبلا قضايا حقيقية وبلا مدد حقيقية وحتى بعد أن تنتهي مدد محكومياتهم التي هي بالأصل جائرة لا يتم إطلاق سراحهم، أين الدكتور محمد القحطاني؟ وما الذي حل بالدكتور محمد القحطاني اليوم؟ لا. هذا الشخص، هذا المناضل، هذا الرجل. طيب. الذي عبر عن رأيه والذي انتقد السياسات الاقتصادية بالمناسبة في الداخل السعودي هو الآن مفقود، لا أحد يعلم هل وجد مصير نفس المصير الذي وجده الدكتور موسى القرني والشيخ العماري وغيرهم كثير من
الذين اختفوا وقتلوا داخل السجون. هل هذه اللايكات كما تسميها وهذه السيطرة على الأندية اليوم مليار ونصف ريال قيمة شراء صفقة نيوكاسل يونايتد، هل مثل هذه الصفقات وهذا التطبيع الرياضي وهذا التميع الرياضي للقضايا الأساسية التي بالفعل تمس حقوق الإنسان وتمس الحالة الاجتماعية في البلد، هل هي قادرة على محو ذلك السواد الطامس والهائل الذي تمر به السعودية في مجال حقوق الإنسان؟ لو سمحت لي يعني أستاذ فهد، سأخذ تعقيب من أستاذ فهد الأحمري، تفضل. طبعا الضيف من لندن هو يعني مثل أي شخص من هذه الفئة لا يمكن يرضون، وهم مرجفون وحانقون على البلد، وهم يرددون نصوص مملة عليهم، هذه نفس النصوص اللي يقولها الآخرون في كندا وفي غيرها لا تعني شيء. البلد أصبح يعني هو الأساس والرؤية التي يتطلب يطلع إليها الشعوب فينظرون ليتنا في مثل وضع السعودية في مكافحة الفساد. موضع هو ذكر أسماء يعني عليها حقوق مجرمة بقضايا، ثم يدعي أنهم مختفين بجرائمهم. أين هي تلك القضايا؟ ما هي تلك الجرائم؟ تحدث عن موضوع الفقر في السويد وفي فنلندا غير موجود، ونسي أن يذهب إلى لندن التي هي عندها فيها مئات الآلاف الهوملس والمشردين نايمين تحت الأندر جراوند، روح شوفهم في 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 شوارع لندن. ثم عندك الإسكان، تحدث عن الإسكان. الإسكان في المملكة العربية السعودية بلغ الآن التمليك 70%. هذه الأرقام لا تعجبهم ولا يمكن يرضون بها، ولا حتى 8.6 مليار ولا حتى 23 مليار كانت تنفق من الشباب السعوديين يذهبون إلى المدن من المدن المجاورة من أجل حضور الحفلات. ثم يقعون في الفساد. أستاذ فهد، دعنا نعود إلى صلب ما كنا نتحدث عنه، صلب هذه التغييرات التي نتحدث عنها والتي تثير الكثير من الجدل في السعودية. وهنا أتوجه إليك أستاذ محمد، يعني مؤخرا كان هناك مهرجان بعينه، مهرجان ميدل بيست الموسيقي، يعني مهرجان أثار غضب شعبي سعودي واضح على مواقع التواصل، كان شيء واضح من خلال تغريدات كثيرة أنه قيل أنه بيتعدى على قيم المجتمع السعودي المحافظ. وهنا أسألك، هل الشعب السعودي مستعد لهذا النوع والدرجة من الانفتاح وبهذه الوتيرة أيضا؟ من الأشياء المهمة جدا في حالة التغير في المجتمع السعودي اللي هو إبراز مفهومين أساسيين، مفهوم الحرية الشخصية ومفهوم المسؤولية. فكثير من الفعاليات ليس بالضرورة الجميع يحضرها، كل واحد عنده حرية الإرادة والاختيار في الذهاب أو عدم الذهاب. فلذلك كون بعض الفعاليات لا تناسب ثقافة البعض ولا تليق بالبعض فهو ليس مجبر على الذهاب، هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى فكونها موجودة طبيعي أنها موجودة، المملكة العربية السعودية هي جزء الآن من العالم، المملكة العربية السعودية يوجد فيها ثقافات متعددة، أفكار متعددة. كون أننا نبقي المجتمع مغلق بحكم أو بحجة المحافظة على التقاليد وعلى بعض الأعراف، هذا موضوع يبقى موضوع كلام في كلام مائي، كلام شفاف جدا. المجتمع السعودي الآن كلنا نلحظ مثل ما ذكرت أنت في بعض الشواهد قبل قليل، هو مجتمع متنوع، مجتمع جاذب لجميع الجنسيات على مستوى العالم. نسبة الاقتصاد وفقا للتقارير الأخيرة، النهوض الاقتصادي جالسة تزيد، جالسة ترتفع. قد يكون هناك بعض المشكلات المصاحبة للتغير، هذا أمر طبيعي جدا، لكنه لا يمنع من إيقاف عجلة التغيير الاجتماعي والتطور الذي وصل له المجتمع في الوقت الحالي. نعم. طيب نعود لك دكتور علي الحازمي ولغة الأرقام، يعني بما أنك مختص في هذا المجال، يعني بناء على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء بلغ معدل البطالة للسعوديين 9.9% في الربع الثالث من عام 2022 بارتفاع مقداره نقطتين مئويتين مقارنة بالربع الثاني من نفس العام،
مع تلك المشاريع الترفيهية والتي بدأ العمل عليها فعلا، لماذا ما زلنا نرى ارتفاع في مؤشر البطالة في السعودية؟ لا، هو ليس مؤشر ارتفاع لأنكم موصفين. لماذا لا تقارنون الربع هذا بالربع المماثل من عام 2021؟ هكذا تتم المقارنات الاقتصادية. هناك انخفاض لمعدلات البطالة من مستويات 11.3% إلى 9.9%. عندما نريد أن نقارن لابد أن نكون موصفين. عندما نتحدث بأن مستويات البطالة وصلت إلى 9.9% وهي لم تصل لها منذ 10 سنوات، هنا لابد أن نتحدث بكل شفافية وموضوعية. عندما نتحدث بأن هناك ارتفاع ومقارنة ما بين الربع الثالث والربع الثاني، علينا أن نعرف بأن هناك بطالة احتكاكية، هناك بطالة موسمية، هناك ناس يبحثون عن فرص للعمل. لذلك لا نستطيع حقيقة أن نتحدث بأن هناك الواقع بأن هناك حقيقة هو انخفاض لمعدلات البطالة من مستويات 12.9% إلى 9.9%. طيب أستاذ محمد، يعني اليوم نحن نرى مهرجانات وحفلات كانت تعتبر في السعودية في السابق محرمة، هل سنرى تشدد أكثر بين أفراد المجتمع السعودي المحافظ في مواجهة هذه الفعاليات؟ هل تتوقع ذلك وباختصار لو سمحت؟ يا أخي بالعكس، المجتمع السعودي مجتمع مرن ثقافيا في الوقت الحالي، عنده تقبل لجميع التغير الحاصل. حتى الأصوات المعارضة هي أصوات من حقها تعبر عن نفسها ما لم تتعدى إلى الضرر للآخرين، ومع ذلك هذه الأصوات هي محدودة. ونرجع نقول لا، هذه من حرية إبداء الرأي بالنسبة لهم. أما مسألة وجود هذا النوع من الحفلات أو هذا النوع من التغير الحاصل هو هذا الشيء الطبيعي والشيء الموجود، بل وأننا نتطلع للأكثر وللأفضل، لأنه فعلا المجتمع السعودي نلحظ عن مستوى ارتقاء الوعي لديهم، مستوى ارتقاء الثقافة. هذا كله سينعكس حتميا على قوة السعودية مع مرور الوقت. إذن أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة، المستشار الاجتماعي الأستاذ محمد حمزة. كما أشكر أيضا ضيفي هنا في الاستوديو كاتب الرأي السعودي الأستاذ فهد الأحمري، ومن لندن كان معنا الأستاذ فهد الغويدي المتحدث باسم منظمة سند الحقوقية، وكان معنا من الرياض الدكتور علي الحازمي الباحث في الاقتصاد المالي. شكرا لكم جميعا، والشكر طبعا موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، وإلى لقاء في حلقة قادمة من حديث الخليج.